السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر المؤتمر لدعوتي لتقديم هذا العرض. في خلال دقائق قليلة بين 10 إلى 15 دقيقة إن شاء الله سأحاول أن أقدم هذا المشروع، مشروع نيدي ماب، وهو عبارة عن منصة لمساعدة المحتاجين. أولا أعرف بنفسي، أنا مصطفى علي حسون، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران، عملت في العديد من الشركات، حاصل على شهادة دكتوراه إلى آخره. بدون الدخول في تفاصيل، إذا مشروع نيدي ماب، فلنقدم مشروع نيدي ماب أو خطة المحتاجين، أو عفوا خارطة المحتاجين. قبل أن نبدأ دعنا فقط نقدم عرضا عن معضلة الفقر في العالم، ومع وضع بعض الإحصائيات. فحسب الإحصائيات هناك تقريبا أكثر من 1.3 مليار شخص يعانون من فقر متعدد الأبعاد. طبعا ممكن رؤية في مقالات أو في تقرير البنك الدولي ما معنى فقر متعدد الأبعاد، أي على العديد من المستويات. المهم بدون دخول في تفاصيل، طبعا المشكلة الكبرى أن طبعا سأحاول أن أختصر، المشكلة الكبرى أنه هذا الفقر متركز خاصة في إفريقيا وجنوب الصحراء وجنوب آسيا، تقريبا 84% متركزين في هذه المناطق. هناك نسب أكبر من ذلك في بعض البلدان في هذه المناطق، مثلا جنوب السودان يصل الفقر إلى 91% من عدد السكان، وهذه أرقام مهولة كبيرة جدا. بالنسبة للأطفال أيضا كذلك، إذا اعتبرنا أنه أكثر من 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر، فإن أكثر من 663 مليون هم أطفال دون السن 18، بل حتى دون السن 10 هم حوالي 428 مليون طفل يعانون من الفقر. طبعا هناك دول فيها مستويات أعلى بكثير، مثل بوركينا فاسو، جنوب السودان، تشاد، أثيوبيا والنيجر إلى آخره. أسباب الفقر تعود أو الفقر يعود للعديد من الأسباب، مثلا سوء توزيع الثروة، هناك أغنياء جدا وهناك فقراء جدا، عدم التكافل الاجتماعي، الاتكال على الغير، سوء التنظيم، الحروب والاستعمار، التقاعس عن العمل إلى آخره. طبعا من هناك بالنسبة للأسباب، هناك أسباب كثيرة منها داخلية للبلد وخارجية. إذا لنذكر بعض الأسباب الداخلية، طبيعة المجتمع ونشاطه وتطوره الحضاري والبشري وعراقته في تنظيم أعماله ونشاطه واستفادته من ثرواته وتنميتها تنمية مستدامة. هذه للأسف غير متوفرة في بلداننا، في أغلب بلداننا العربية والإسلامية. التطور الحضاري ما زال ضعيفا بسبب الحروب الأهلية، الاستعمار إلى آخره، والأنظمة الحاكمة. فهذه كلها تسبب مشاكل داخلية تعزز من الفقر في بلداننا. من الأسباب الخارجية، حروب خارجية، استعمار، احتلال، استيطان مثل في فلسطين وغيرها، ونقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها في البلدان، خاصة التي يسود فيها الفساد في نظام الحكم. هذه أسباب عامة لمعضلة الفقر في بلداننا. طبعا هناك كثير من استراتيجيات للحد من الفقر على المدى القصير وعلى المدى البعيد. فنحن في هذا الإطار، في إطار الحد من الفقر على المدى القصير وعلى المدى البعيد، تأتي هذه المنصة كمحاولة فقط لانتشال أكبر عدد ممكن من الفقراء، وتوزيع، لا نقول توزيع العادل، لكن أقرب إلى العادل بين توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء. هذه بعض أكثر الدول فقراً في العالم: الهند أكثر من 350 مليون فقير، الصين، بنغلاديش، أندونيسيا، نيجيريا، باكستان، إثيوبيا إلى آخره. كما هو ملاحظ أن أغلب البلدان هي بلدان إسلامية للأسف. نشرح فكرة المنصة بسرعة. هي منصة إلكترونية تحاول أن تقوم أو تعقد جسراً بين الناس المحتاجة، العوائل المحتاجة أو الناس المحتاجين والأغنياء منهم، على شكل خارطة،
يعني خريطة ماب، لذلك يسمى نيدي ماب، بحيث الإنسان الذي يريد أن يتبرع ببعض الأموال أو أموال الزكاة إلى آخره، عادة ما يجد صعوبة في إيجاد الفقير، في إيجاد المحتاج، فهذه المنصة ستساعده في إيجاد الفقراء الأكثر احتياجاً أو الأقرب له، يعني الأقرب في جغرافياً له، يعني سيرى المحتاج على شكل أو في على شكل خريطة، يعني خارطة في الموقع. هذا هو الصورة من الموقع أو من المنصة، هي طبعا على شكل، تكون على شكل خارطة، هذا تطبيق، نعم هي مثلا على شكل خارطة، بحيث ترى خارطة العالم أو خارطة المدينة التي تكون فيها، ويريك أين هم العوائل والحالات الأقرب منك. طبعا كل حالة ممكن أن تشاهد تفاصيلها، مثلا تعرف كم هو دخلها الشهري، كم عدد أفراد العائلة، ما هي الأمراض التي يملكونها، ما هي الاحتياجات، أموال، أغراض، أثاث، بيت إلى آخره، وترى بعض الصور طبعا للعائلات المحتاجة. طبعا المشروع مازال في بداياته، فقط عدد قليل من العائلات تم ملؤها، والاحتياج الآن إلى ملء أكبر عدد ممكن من العائلات، والتواصل مع العديد من الجمعيات الخيرية والإغاثية للقيام بذلك. هنا يستطيع الشخص إضافة العائلة، عائلة الفقيرة، يضع رقم الهاتف، وصف، يضع صور هنا. طبعا هذه المنصة تستخدم، ممكن استخدامها بجهاز الكمبيوتر أو بجهاز الهاتف مباشرة، يعني فممكن أن يضغط هنا فيلتقط مباشرة الموقع العائلة، ويضاف تضاف الصور والشرح ورقم الهاتف والموقع للمنصة. طبعا هذه الأرقام أو هذه العوائل يتم لاحقا التأكد من صحتها، تأكد من صحة الموقع، تأكد من حاجة العائلة، ليتم إضافتها في الموقع أو في المنصة. طبعاً قامت المنصة لحد الآن، طبعاً أحاول أن أختصر جداً، فقامت المنصة لحد الآن ببعض الأعمال الخيرية أو الإغاثية، فسنرى الآن بعض الصور والفيديوهات. هذه أحد أعمال المنصة، عفواً، هذه في بنغلاديش، حفر بئر للاجئين الروهينجا، نعم، بعض الصور الأطفال هناك في اللاجئين الروهينجا يحتاجون إلى الكثير من الأشياء، يحتاجون إلى مياه الشرب والغسل طبعا، يحتاجون إلى التغذية، الأكل، يحتاجون إلى المساكن في بعض الأحيان، فنحاول قدر الإمكان إيصال المساعدات أو إيصال الناس الأغنياء إلى المحتاجين مباشرة. ممكن أن نشاهد فيديو. فيديو الحفر. طبعا هذا تم عن طريق المنصة، لأن هذا حفر بئر للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، أحد المخيمات في بنغلاديش. فيديو آخر. بعد الحفر ها هو البئر جاهز للاستعمال في داخل بيتهم، وهي مجموعة من البيوت أو حوالي 5 أو 6 بيوت، 5 عوائل محاطة بهذا البئر.
إذا هذه من بين أعمال المنصة التي وصلنا إليها إلكترونيا. وهذه أيضا بعد حسنا وقيل آيات رب حسنا وقيل عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذه بعض أعمال المنصة في أيامها الأولى. قمنا بحفر هذا البئر، والآن احتياجات المنصة، ماذا تحتاج المنصة بسرعة؟ طبعا تحتاج إلى الانتشار الواسع، لأنه كلما كان عدد العائلات المحتاجة المضافة في الموقع أكبر، كلما كان فائدة الموقع أو المنصة أكبر. طبعا لملء هذه قاعدة البيانات نحتاج إلى ممثلين في مختلف البلدان العالم، متطوعين في مختلف البلدان والمدن. طبعا وضعنا هناك في المنصة أماكن خاصة يستطيعون إضافة العوائل والتأكد من صحتها وإضافة الصور إلى آخره، كل شيء جاهز. نحتاج أيضا إلى تعامل مع جمعيات خيرية وإغاثية كي يقوموا هم بهذا العمل، لأنه يعني عادة الجمعيات الخيرية والإغاثية لديهم قواعد بيانات كبيرة، فممكن لتسهيل التواصل وتسهيل الوصول إلى الفقير ممكن وضعها مباشرة في المنصة. طبعا هذا سيفيد جدا الفقراء، فعادة لن يحتاج الغني للمرور إلى جمعية خيرية ليصل إلى الفقير، وإنما مباشرة عبر المنصة سيجد موقع تلك العائلة مع رقم هاتفها ممكن، مع وضعيتها، وإن لم يستطع إرسال المال فيمكن أن يرسله إلى طرف معين أو إلى جمعية ممكن تذكر اسمها في المنصة. يعني المنصة خيرية وليست ربحية إطلاقا، ستكون فقط واسطة بين الفقير والغني. المنصة ليس لها نسبة من التبرعات كما هو الحال لأغلب الجمعيات الخيرية، يأخذون نسبة لتسيير المنصة. المنصة لن تحتاج أموال كبيرة، فهي لن تحتاج لأخذ نسبة على الأقل في الوقت الحالي. هي تستطيع تغطية مصاريفها أو العمل عن طريق التطوع، الأعضاء المتطوعين. في الختام، إذن منصتنا منصة تحاول صنع خارطة للمحتاجين في العالم الإسلامي أو في العالم ككل إن شاء الله، لما لا، بحيث يستطيع أي إنسان متبرع يريد أن يتبرع ولا يجد أو لا يعرف لمن يوصل أمواله أو تبرعاته، فيدخل مباشرة في المنصة يجد أقرب المحتاجين في تلك المنصة، أقرب المحتاجين إليه، ويدخل مباشرة ويمكن أن يتبرع لهم أو يذهب لهم مباشرة إلى منزلهم ويتبرع لهم في منزلهم، يعطيهم أموال، يعطيهم مساعدات، يشتري لهم بيت، يعطيهم أدوية إلى آخره. طبعا الهدف أنه نصل إلى أكبر عدد ممكن من العوائل في العديد من في كل القارات بحول الله، أن تصل مساعداتنا للعديد من الدول. حاليا فقط نعمل في دولتين أو ثلاث دول. المشروع بدأ منذ شهر أو شهرين فقط أو حتى أقل من ذلك، فنحتاج إلى دعم الجميع، نحتاج إلى الانتشار الواسع، نحتاج إلى أي جهود ممكن أن تملأ قاعدة البيانات بعدد أكبر من الناس، وممكن أن تطور هذا العمل أكبر. فمرحبا بالجميع، مرحبا بجميع التبرعات، عفوا جميع التطوعات، لا نحتاج التبرعات في الوقت الحالي. فأي إنسان متطوع ممكن أن يشارك معنا في هذه المرحلة وفي هذا المشروع. في الختام، إذن أشكركم، وأشكركم ممكن أطلت بعض الشيء، شرحت مشروع نيدي ماب للتواصل معي أو مع المؤسسة مباشرة نيدي ماب، يمكن هذه أرقام أو هذا الإيميل والموقع الرسمي للمنصة. فمرحبا بكم وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.